لطيفة 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 لطيفة. السلامة 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 السلامة. الشخو في خطير بزاف. يا ربي السلامة 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 السلامة. السلام عليكم اصدقائي، فيديو جديد اليوم اخوتي السبت كنتواجدوا في الواد ديال ام العشيرة. واخيرا اخوتي الواد اكتشف لنا واحد المفاجاه البارح في الليل. الى شفتوا فين وصل واحد المكان كثير هاجم الواد البارح في الليل كما كتشوفوا دابا الواد ناقص ولكن داز البارح في الليل. غادي نحاولوا نبارطاجيو معكم اي حاجه على هذا الواد وغنكتشفوا لكم حدا القنطره من الفوق. اللي عليكم هو تبعوا الفيديو من البدايه حتى النهايه. ما تنساو اخوتي اذا كان اول مره كتشاهد القناه ديالي تضغطوا على زر الاشتراك والجرس واللايك باش الدعم ديالكم باش نستمروا ديما في الجديد. طلب بسيط اخوتي، بغيتكم تساعدوني باش نوصل القناه ديالي 100000 مشترك. غير ديروا لايك وديروا ابوني، غير اشتركوا 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 وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم فيسبوك واتساب. وهذا الفيديو ديال الواد كنتمنى ينجح ليا ونحقق فيه ما اكبر في المشاهدات ونحقق علاش لا نحقق فيه تقريبا واحد 20000 مشترك ان شاء الله الحمد لله، ولا علاش لا 30000 40000. وشوفوا دابا خوتي غادي نخليكم تكتشفوا الواد، تبعوا معنا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. شوف اخوتي شوف شوف الواد شوف اخوتي الواد ولا عشير واد كرميم. شوف المساحه ديالو كبيره. نطلع لكم هنا، انا ما عنديش مشكل هنا، انا واحد المغامر كان مغامر ديال بصح. وانتظر اخوتي الواد واتصياد، انتظروا راه غادي نمشي للواد واد الصياد طاوة ونصوروا لكم نشوفوا اشنو كاين تما. غنسالي هاد الخدمة غادي ندوز تما تماما. شوف اخوتي شوف كما قلت لكم المكان ديالو هنا كامل كان فيه البارح على الطرق ديالو. تماما غنحاولوا نكتشفوا لكم اي حاجه جديده على هذا الواد ونبارطاجيو معكم من الفوق. خوتي راه صعيب، اصعب حاجه هنا هي تزلق. ها هنا كتورط تما كتزلق. درنا لكم فيديو الطايله تزلقنا. كما قلت لكم اخوتي مساحه كبيره. فاش كان البارح هذا المكان راه وصلوا عندكم كامل هذه المساحه وصلها الواد البارح في الليل. اليوم السبت، التوقيت دابا 10 ديال الصباح. شوف اخوتي شوف المكان ديالو، هذا هو المكان ديالو. هاد البلاصه عندكم من هنا كامل حتى لهنا هو فاش كاينه الواد البارح في الليل هاجم الواد في الليل. شوف اخوتي شوف شوف المكان ديالو شوف. لو كان جاب النهار بحال الوحده لو كان صورته لكم غادي تخلعوا. باش نكونوا واضحين راه واد صعيب اخوتي، راه قلت لكم المساحه ديالو فاش وصل. ومن اللي كيكون مجهاد ويقدر يجي واحد البلاصه كبيره كيوصل حتى لهين. هذا الواد اخوتي عنده التاريخ راه عقدتو كلشي. الساكنة ديالي ما عرفتش شكون دار هاد الواد 2014 دار البلبلة دار الروينة هاجم على مدينة كلميش سبب ليهم بزاف ديال الخسائر بزاف ديال المشاكل. هاد الواد باش نكونو واضحين كيما كتشوفو. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. شوف اخواتي شوف واحد المنظر، يا سلام سبحان الله.
ملي كانت الشتاء وجا هاد الواد والمنظر زوين والاجواء زوينه، من بعد نكتشفوا الربيع ونكتشفوا الطبيعه. شوف اخوتي انا راه كنصور لكم شي حاجه جديده، شي حاجه جديده كما كتشوفوها. شوف شوف اخوتي انا دابا وسط الواد هكا احنا دخلنا. الله يحفظ السلام، انا جاب الله هاجم ولا شي حاجه غادي نزلق في هذا المكان. الله يحفظ السلام. كما كتشوفوا المكان زوين. هاد البلاصه البارح في الوحده ديال الليل ما غاديش توقف هنا. شوف 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 اخوتي شوف الناس ديال كلمين اللي جالسين في ديرهم ما اكتشفوش الواد، بغاو يكتشفوه بفضلي انا بطريقتي انا صورتو لكم باش تكتشفوه نتوما. هاد الواد وهاد الفرجه كنهديها للساكنه ديال كلمين اللي ديما كيوقفوا في جنبنا وكيشجعونا، شكرا لكم كاملين خصوصا الساكنه ديال كلمين. شكرا 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 لكم بزاف بزاف على الدعم ديالكم، على التشجيعات ديالكم، على الكومنتيرات ديالكم زوينين. شكرا شكرا. هادشي كامل اخوتي، هاد التمر اللي كنضربو وهاد التصوير على قبلكم نتوما. ها ديما كتوقفوا معنا، ديما كتشجعونا، وهذا انجاز رائع جدا. ها وحتى انا كنوعدكم اخوتي غادي ندير المجهود كامل ديالي ونبارطاجي معكم شي محتوى ما دارو حتى شي حد مستقبلا ان شاء الله بحول الله. تماما والله صراحه ما كنتش كننتظر هادشي كامل، ما كنتش كننتظر. شكرا لكم بزاف بزاف، واخا نشكركم 24 ساعه على 24 ساعه محال نوفق لكم داكشي اللي درتو معايا. التعامل زوين، الناس كيتلاقاو معايا تبارك الله عليك كمال، داكشي زوين. وليت عزيز عند الساكنه ديال كرمين، دخلت القلوب ديالهم. شكرا لكم بزاف بزاف، كما كتبغيوني نتوما حتى انا كنبغيكم، راكم ديما في قلبي، راكم هنا في قلبي خوتي، خاصة كان ديال كلمة. هادشي اللي كاين اخوتي، هذا هو الواقع. الساكنة ديال كميم ظريفة بزاف وكيدعمونا اخوتي وديما كيقفوا معنا. حتى انا كندير المجهود باش نكتشف لكم الويدان ونكتشف لكم المحتوى زوين ونكتشف لكم الخبر ديال كلميم. اي حاجة وقعت في كلميم غادي ندير جهدي باش نصور. وشكرا لكم بزاف بزاف، ميرسي لي زاميل ديالي، اصدقاء ديالي في كلميم، خارج كلميم، خاص خارج المغرب. شكرا لكم، خصوصا واحد الشكر بزاف الناس ديال فرنسا واسبانيا اللي كيدعمونا. حيت ديما الرتبه الثانيه كنلقاها فرنسا، اذا الناس ديال فرنسا عزيز عليهم انا كيتبعوني. وشكرا لكم كاملين. كنبغيكم من قلبي وكنتمنى يا ربي ما تحشمني معكم. تمام. هادشي اللي كاين اخوتي، ما بغيتش نزيد الباقي، مازال على حساب اصحاب القنوات الاخرين وبدا بدا. نرجعوا للموضوع ديال الواد اخوتي. كما كتشوفوا الواد المساحه ديالو كبيره. الواد ديال ربع العشير عنده التاريخ وعنده الابداع ديالو ملي كيهاجم كما كتشوفوا. دابا راه جابها واحد شويه تماما. انتظروا واد صياد، واد ديال الصياد كما كيقولوا. دور غادي نمشيو ليه نصوروه. هذه هي خدمتنا، ما عندنا ما نديرو. المغامر كيبقى ديما المغامر، والبطل كيبقى ديما بطل. تما مشى. السلام عليكم، كلشي ديال الله. ما بقاتش الشطاره ولا الخدمه ولا
داكشي ديال الله. لا حطك الله حطك الله. الا ما حطك واخا تقاتل الليل ونهار واخا تشطر تعيا ما غاديش نهضر. داكشي ديال الله. الشهرة ديال الله. المحبة من عند الناس ديال الله. كلشي ديال الله تماما. هذا جواب بعض الناس. كيفاش انت بزاف كيفاش دخلت القلوب ديال هاد الناس؟ كيفاش وصلت هاد النجاح؟ كيفاش وصلت هاد المستوى؟ كيفاش حنا في قلميم وكنلوحو نفس المحتوى ما كيصدق ليناش وانت ديما الاول؟ داكشي ديال الله. سالينا. السلام عليكم. الا عطاك الله راه عطاك، ما عطاك ما عندك ما دير. كما كتشوفوا اخوتي المكان ديال الواد فاش كان البارح الله يسهل عليكم. اي واحد كيتمنى شي حاجه الله يسهل عليه والله يوفق الجميع. ما كرهناش كاع الناس يكونوا في المستوى، يكونوا كاع في الرتبه الاولى. وكما قلت لكم ديما سر النجاح هو الخدمه. السلام عليكم. والكمال عند الله. هادشي اللي كاين. كما كتشوفوا واد مول العشير مدينة قلمي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. بارك الله ما ان شاء الله ما ان شاء الله على مول العشير. انا كنستمتع اخوتي كنستمتع كنستمتع وكنستمتع مع هذا الواد غريب وخطير وخدام. المهم ما تنساو اخوتي الا كان اول مره كتشاهد القناه ديالي ضغطوا على زر الاشتراك والجرس واللايك باش الدعم ديالكم باش نستمروا ديما في الجديد.